مرتبط بكل عالم. الحمد لله من استفدت الدرس على كل جلسه، وده موجود في الجهاز العامله لحد يعني طول الوقت بتتابع تفات الدراسات عامله ازاي، تفات الدراسات بتزيد وبتقل، وبتابع دايما خلال انواع الفلاتر اللي بنستعملها، عملنا انواع فلاتر كتير على حسب وزن المريض وعلى حسب الحاله الصحيه بتاعت المريض. ساعتها الوقت حسنا بالنسبه لما كانت جايه تجاوز 130 كيلو، وزنها دلوقتي ثابت على 70 كيلو وعديت. طب السلم هو واحد البني ادم بقى كلمه عادي خالص طبيعي، انا راجل بمارس حاجه طبيعيه عادي زي الاول بالظبط، بكسر خلصان ومش بصلي، كل اللي فيه انني عدد على الاربع ساعات الطلوع وبفيد، انا بنزل من هنا بروح الشغل، وده كله بناء على ايه؟ بناء على كفاءه الجهاز والناس اللي بتشتغل في الايه؟ في المسلسل. والله دي ما بعرفش شمالها، انا سمعتها زي نظام خير. والله الاهتمام وأي حاجة من الأرض والله كل شغالين هنا كلهم والله أخلاق عالية بصراحة. أنا مش عايزة أنزل أسلمهم وأنا زينك وعيالي ما كنتش بتفهم. بس أنا بتعالج هنا بقعد 7 شهور 5 شهور وأرجع أسكن هنا وأجي هنا وأقوم أروح من بيتي وأرجع هنا تاني. حاسكن بقى في المقاطعة. شايف بما اني كنت ماسكه مشروع حماية المستقبل ان احنا نعمل حمله في كل المحافظات، وما كانت عندنا بادجت ان احنا نعمل الحمله دي، فقلنا احنا هنجيب بانر واحد والبانر ده هيلف محافظات الجمهوريه كلها ويتحرك ويركب المواصلات كلها ويمشي بقى من المحافظه للمحافظه والمحافظه تستلمه وتعمل بيه الايفنت وتشتغل. وقعدت افكر هو ايه اللي حصل، التطور الفظيع اللي حصل من مؤسسه كانوا عاملين بانر واحد وبيلف المحافظات كلها عشان المحافظه دي تعمل ايفنت لمؤسسه كبيره بتعمل حفلات بالملايين وبتعمل حملات بالملايين، ودلوقتي احنا بنحتفل بمرور سنه على مركز صناع الحياه المسلسه. الحقيقه ان السنه دي ما كانتش سهله خالص، وكان كلها تحديات وصعوبات. احنا كنا مع التيم بنعمل سيستم كامل وواضح للمركز، وده ما تمش بسهوله، ده تم بكل مجهود كبير جدا من الناس اللي موجوده، بدايه بالفريق الطبي اللي كان بيستلم المريض وبيفحصه وبيعمل له شيت كامل بكل التفاصيل اللي تخص المريض، ويبدا بناء عليه يحط الخطه العلاجيه اللي هيمشي عليها المريض والتحاليل وجرعات الادويه. عشان كده انا بشكر الفريق الطبي كلهم بدايه بالدكتور مارك وكل الفريق اللي معاه، الحقيقي كل حد منهم كان اضافه كبيره للمجال، ويجي دور مهم وكبير واساسي للتمريض اللي بجد كانوا حريصين ان كل مريض يدخل عندنا ياخد كفاءه جلسه عاليه جدا عشان يقدر يخرج يمارس حياته بشكل طبيعي. وكانوا دايما بيتخانقوا معايا على كفاءه المستلزمات وجوده المستلزمات وازاي نفحصها وازاي تبقى بكفاءه عاليه، وحقيقي ده تم بمجهود كبير جدا من ساره. شكرا يا ساره وانت والفريق بتاعك، بجد شكرا ليكم. البيت الثالث والرابع والخامس بصناع الحياه. الدكتوره هنا كانت بتبدا كلامها كده كانت بتقول لكم صناع الحياه زمان. يمكن النهارده احنا كلنا موجودين بنحتفل بواحد من اهم الانجازات على مستوى صناع الحياه مصر في 24، وهو وجودنا بمرور عام على مركز غسيل الكلوي. لما تفتكر صناع الحياه بدايتها كانت ايه؟ بدايتها ان احنا المفروض يبقى فيه شباب بنستغل قدراته ومهاراته ونميها من خلال مجموعه من الانشطه، منها بنزود عدد المستفيدين ومنها بيكبر. يمكن وجود المركز النهارده هو دليل ان الاحلام فعلا بتكبر، بس هي محتاجه ان احنا نسعى ونشتغل عليها. مكتب صناع الحياه التقنيه مع بدايته يعني عدى عليه ناس كتير جدا، بدايه من الدكتور خالد منير واحد من اكبر الناس الداعمين والقاده هنا في صناع الحياه التقنيه، لاسلام محمد علي محمود، وختاما حاليا باسماء امنيه. يمكن انجازات السنه اللي فاتت زي ما الفيديو كده عرضتها لكم، انتوا الارقام دي فعلا هي ما اتحققتش كده من الهواء. اتحققت عشان في قاده هنا في صناع الحياه من المتطوعين، في شباب متطوع من صناع الحياه، في ناس ليها اثر حتى لو ما بقتش موجوده، بس هي في الاخر اثرها موجود. في 25,000 توعيه اتعملوا بس. كانت بتقول انه الوحدات التطوعيه وعدد المتطوعين لما بيزيد في كل مكان هو اللي بيفتح مجالات لكل الانشطه تتنفذ بافضل شكل ممكن، وخاصه انه لما متطوع يلاقي نفسه بيحقق اللي نفسه فيه في المكان بتاعه في قريته او في مركزه او في منطقته، بيبقى عنده حافز كبير جدا ان هو يقدم اقصى ما في وسعه ان هو يطور المكان بتاعه. فهنسعى جميعا، مش يعني اداره المكاتب مجلس اداره
المستوعين ان احنا نزود عدد الفرق التطوعيه في الاهليه كلها، وان شاء الله نيجي سنه جايه نحتفل كلنا بان احنا بقينا في كل مكان في الاهليه وفي كل مركز، وعملنا انشطه جديده، انشطه مختلفه لجميع الاعمار. يعني انا بحلم ان احنا بس المتطوعين ما يبقوش شباب الجامعه، احنا بادئين في غضوه بشباب اعدادي وثانوي وبعد كده الجامعه وبعد كده اللي هنتخرج، كلنا نفضل متطوعين لاخر يوم في عمرنا. ربنا يكرمكم ان شاء الله، نحتفل معاكم السنه الجايه باكبر عدد ممكن من المتطوعين.